كيف يكون داعية سلفي وهابي سعودي وآخر عراقي سبب أساسي ورئيسي بتشيع الأخ مراد لنور محمد وآل محمد؟ تقول لي علي، كيف يكون شخص وهابي شخص سلفي يدعو إلى ما يدعو إليه من عقائد يكون سبب تشيع الناس؟ أقول لك تابع برنامج سؤال بريء، وبالخصوص هذه المداخلة الأخ مراد يعلنها مدوية. نعم أنا استبصرك بسبب هؤلاء الوهابية. لنسمع إن شاء الله تمام الكلام ونقول صلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله البيت حتى تحل علينا البركة. نستمع ونعقب، فخليكم. مولانا عمار تسمعوني؟ عمار حاتم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. مراد معي؟ مولانا اسمعك واضح. مراد تفضل. ايه و طبعا اغلب حلقات البث تابعتها و ممكن ترفع صوتك الله يرضى عليك بس مراد، بس رحمة الله على والدك، الصوت كلش واطي. نعم عفوا بس احسن. لا اذا شوية ترفع اكثر لان عندي مشكلة بالصوت. انا من التيك توك. انا اعرف من التيك توك. انا بس شوية. طيب تفضل. نعم. تفضل. انت تابعت الحلقات؟ نعم. على كل حال، فكل ادوات القوم ساقطة بما في ذلك. طبعا انا كنت اريد الشهادة بحضور سيد ميت. هل تسمعني الان؟ يا الله جميعا. يا الله تسني لحظة بحضور سيد ميثم يعني. نعم. تقول الشهادات الثلاث. يا الله. نعم. يا الله يا زين. قبل أن تنطق بالشهادات أخونا مراد، سيدنا نصر الصوت من يمك إما من الجهاز أو من الجين مال الميكروفون. طيب قبل أن تنطق بالشهادات ممكن نعرف شنو الأحداث المتابعات اللي وصلتك إلى هذه النتيجة حتى أن بها تريد أن تنطق الشهادة؟ يعني معناها الولاء والبراء، فما هي الأحداث التي قادتك إلى هذا القرار؟ حاج أنا طبعا أتصل بيك، هذا حساب ابني اللي صغير، بس لأنه أنا ما عندي حساب على التيك توك. الموضوع وما بي أنه إحنا ناس بالعراق مختلط، مناطقنا مختلطة، لكنه كان في زمن الطاغية ماكو اختلاط يعني بالدين خاصة، لأنه يعني كان الدين مخصص لطائفة. نعم. دون أخرى. وعندنا هسه بالوقت الحاضر انفتاح ما شاء الله خير من الله مثل ما يقول، وبعد الحجج بعد دامغة، ما أكو واحد إلى عنده مهرب أو ماكو واحد يقدر يهرب من الموضوع بعد. طيب بالله عليك أخونا مراد، بالله عليك، هذه الحلقات اللي تابعتها حلقات عصمة النبي صلى الله عليه وآله والآيات، أريد أسألك سؤال. ليش أنا الآن صوتي مبحوح وأنا فقط أدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ضد الضربات من هنا؟ ليش هؤلاء يجاهدون إلى تخطئة النبي؟ يعني أنا أقول أن النبي نقي والنبي طاهر، ليش هؤلاء يضربون بالنبي؟ يعني هل هذا يرضي الضمائر الحرة؟ أنت كضمير حر يرضيك هذا الكلام؟ والله يا حاج أني لأنه ماكو حجج عند الجماعة سوى الهروب والطعن بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأني مما دعاني، طبعا أنا أتصل من قبل العيد على الواتساب طبعا دائما مشغول، أو حصلت مرة والأخوة نزلوني، يعني الحجج، يعني أنا أشوف بشر يخطئ النبي على حساب أن يرفع ثلة من الناس اللي يعني ما أعرف إيش أقول بحقهم. هذا بحد ذاته جريمة، أنا أعتبرها جريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسمعني حاج؟ اي اسمعك الان. الدفاع 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 عن 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 شخصيات حتى
ما نقول النبي منزه بكل شيء وهاي الشخصيات هي منزهة أو خطأت هاي الشخصيات في مقابلها النبي خطأ صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في حد ذاته جريمة وجريمة لا تغتفر. طب الآن قلبك وعقلك وقلبك وعقلك مستعد أن تعلن الشهادات الثلاث وتركب سفينة النجاة؟ صادقا حاج يا الله سيدنا، هذا خير ساقه الله تبارك وتعالى. أخواني الآن الأخ الكريم مراد بعد متابعة البرنامج ومتابعة الحلقات وكيف أننا دافعنا عن النبي صلى الله عليه وآله يريد ركوب سفينة النجاة، والآن الأخ الحبيب الغالي السيد ميثم يلقنه الشهادات الثلاثة، توكل على الله سيدنا. أريد أبو كريم وباقي الأخوات يصلون على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله أخونا مراد تسمعني إن شاء الله. أسمعك حاج، بس أنا هذا عندي الموضوع كيف أريد شخص اسمه أبو عبد الملك وشخص اسمه أبو عائشة أريد يكون موجودين. يا موجودين أبو عبد الملك، أبو عبد الملك هم يستمعون لا تخاف، هم يستمعون لا يفارقون البرنامج الآن، لأنه هم كان لهم السبب الأكبر، كان لهم الحظ الأكبر فيه. الله أكبر. يا الله باسم رب الزهراء. أخونا العزيز مراد قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا خير البرية عبده ورسوله. سمت. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين، وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين بالحق، حجج الله على بريته. اللهم صل وسلم. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم، أتولاهم وأبرأ إلى الله ما حييت من أعدائهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم، اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرفة عين، طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة، طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد، بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هنيئا لك أخونا مراد، هنيئا لك. هنيئا لك وجزاك الله خير جزاء مولانا علي على التبرع، الله يبارك فيك. هنيئا لك، وأسأل الله العلي العظيم أن يبارك لك في ولدك اللي قلت أنا داخل باسمه وفي عائلتك الكريمة، وأفرحتنا أفرح الله قلبك. وإحنا بعض الأحيان أخواني يعني نقول ونقول ونقول ونتحمل من أجل هذه الثمرات، من أجل أن يرى الأخوة نور محمد وآل محمد، والحمد لله. ولئن قابلنا رب العالمين باستبصار الأخ فسوف نقول للزهراء عليه السلام: هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء. إنسان هادئ، كلامه مضبوط، بين أن المتطرفين من أمثال أبو عائشة النووي وأبو مالك وأبو فلان أبو فلان هم الذين قادوهم إلى التشيع، هم الذين جعلوهم. لماذا؟ لأن هنالك فرق بين المادة العلمية التي تقدم من قبل البرنامج وبين أن نقضي على البرنامج.
فها نحن في الحلقة السادسة والثلاثون ونحن ندافع عن النبي صلى الله عليه وآله وبالقرآن الكريم، بالقرآن الكريم، وهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام القرآن الكريم الحجة. وسبحان الله تبارك وتعالى، دائما ثمرة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله دائما تنتج، الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله ينتج. فجزاك الله خير الجزاء، والله يكثر من أمثال أبو عبد الملك وأبو عائشة إذا كان سبب تشيئة. أو أقول لك الله يرحم البطن اللي حملتك، والله يرحم والديك دنيا وآخرة، وأفرحتنا أفرح الله قلبك، ورحمة الله على والديك. حاج أبو عبد الملك موجود، خلينا نشوف رأيه إذا عنده رأي. والديكم حجينا، الله يرحم والديكم، حنان الله وإياكم بولاية أمير أبو عبد الملك. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، وهذه ثمره من ثمرات برنامج سؤال بري والطريقه التي يقوم بها والفعل الاعلامي او العمل الاعلامي الذي يقوم به. تكلم يا وهابي بعقيدتك بما تريده. هذا الشخص المدعو ابو عائشه يقول ان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله ليس عنده فتوحات، يقول الرسول الاكرم صلى الله او الامام علي عليه السلام عفوا ليس لديه فتوحات، الامام علي عليه السلام لم يكن حريص على مرافقه الرسول الاكرم صلى الله عليه واله، الامام علي عليه السلام يخرج لك الف مطعن ومطعن وحاشا لسيدي ومولاي. لكن هذه العقيده هي اللي تجعل الناس تتشيع وتتبرى من عقيده هؤلاء. اذن جاوبنا على السؤال، كيف يكون شخص سني يتشيع بسبب داعي سلفي وداعي وهابي وهم على نفس صحة العباره على نفس المركب وبنفس المركب؟ نقول الجواب لان هذا الشخص تبين له ان عقيده هؤلاء هي عقيده النواصف، تتبرى منها وركب سفينة النجاة. بختام الفيديو تقبلت تحيات وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أمان الله.